واعتقد ان احنا هنا بنتحدث عن عنوان جديد لمرحله جديده من الحرب على اخواتنا في غزه حتى وان تخطت حدود فلسطين ومساله سياسه الاغتيالات دي سياسه يعني بيتخذها اسرائيل منذ القدم واسماء عده اختلتها اسرائيل برايك العنوان الابرز للمرحله القادمه في الحرب في غزه استاذ اكرم يعني عنوانها محاولة استعادة صورة اسرائيل وهيبتها وقوة ردعها. اسرائيل ليست اسرائيل قبل عام. اسرائيل الآن لا تشبه نفسها بكل المعاني وستكون متسع كثير للدراسات والباحثين ما الذي حدث بهذه الدولة. هذه الدولة القوية المهيمنة إقليميا أو الكبرى قدمت نفسها ولاعب رئيسي بالإقليم على مستوى الإقليم اتضح أنه في قدر كبير من الهشاشة وستستمر ستستمر في هذه الحالة أدخلت نفسها بسبب رفضها لكل مبادرات السياسة لأنه اعتبرت أنه السلاح هو سيحل كل مشاكلها بالمنطقة وعادة عندما يكون السلاح هو حل فإنه فائض القوة يقضي على صاحب نظرية القوة، هذا حدث في التاريخ هتلر كان وهذه النظرية كتب فيها الأستاذ الكبير رحمة الله عليه الأستاذ محمد حسنين هيكل، وكتب عن إسرائيل أيضاً أنه فائض القوة يصبح عبء على الدولة نفسها، فائض القوة أصاب إسرائيل بالعمى، فلم تعد ترى كل مبادرات السياسة ولم تجد حلاً مع الفلسطينيين وما أصابت به ما أصيبت به بعمل قوه جعل نتنياهو يقف في سبتمبر بالامم المتحده ويتعاطى مع الفلسطينيين كانهم غير موجودين الى الدرجه التي يطالب فيها الرئيس الامريكي الا يسمح للفلسطينيين ان يكونوا عائق امام التطبيع انه وزنهم السياسي اقل من حشره وبالتالي يجب الا يسمح لهم اكتشف في اليوم التالي انهم دخلوا غرفه نومه هذا هذا العمل السياسي اللي اصاب عمل قوه اللي اصاب اسرائيل بعمل سياسي ورطها اذا باتت تبحث عن 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 شيء ربما يعيد لها التوازن هذا لا تتقبل اسرائيل الوجود الفلسطيني على اي حال لا الـ 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 لكن بتقابل بصمود فلسطيني عظيم النظريات القائمه هي نظريات مع هذه الحكومه الجديده هي نظريات تهجير الضفه الغربيه طرح سموتريتش برنامجه اللي برنامج حزبه بال 2018 انه لدى الفلسطينيين ثلاث خيارات وقال وهذا البرنامج مستقى من التوراة ومن يوشع بن نون وسأقول لهم كما قال يوشع بن نون أن أمام الفلسطينيين إما الرحيل وإما القبول بالحياة كعبيد عند إسرائيل وإما من لا يريد عليه القتال طيب بالقوة بنحل المشاكل ما فيش ما فيش اعتراف بالفلسطيني بأنه موجود على هذا. خير السلام حل الدولتين نعم كل إسرائيل كانت تذهب بهذا الاتجاه وبالمناسبة حتى الشعب الإسرائيلي أصيب بلوثة القوة هو هو إسرائيل خاضت أكثر من حرب وانتصرت طبعا ما عادش تنتصر اليوم مم. حروب إسرائيل بعد الألفين تأخذ 33 يوم 90 يوم زمان إسرائيل معتادة على الحروب الخاطفة والحروب اللي بتعود بالنصر بسرعة والطيارة بتسيطر ما عادش هذا انتهى هذا الزمن إسرائيل مش راضية تعترف أنه انتهى هذا الزمن اللي كانت فيه الدولة التي تخطف النصر انتهى هذا الزمن والى غير رجعه اسرائيل في حاله تراجع بكل المعاني مش راضي تعترف هذه الورطه التي تقع فيها اسرائيل عدم اعترافها بالسياسه واعترافها فقط والشارع الاسرائيلي اللي في ذات مره بيرفع شعار من دع الجيش ينتصر في لحظه من لحظات الجمهور الاسرائيلي نفسه م. يلتحق ويصاب بهذا العمى ويعتبر ان الحكومه في لحظة من اللحظات تقيد الجيش فيطالب الحكومة بإطلاق يد الجيش دعوا الجيش ينتصر وبالتالي هل هذا السؤال إنه لا نحن نذهبون إسرائيل أنا أتابع الصحافة الإسرائيلية وكل المسؤولين الإسرائيليين شو بيكتبوا التلفزيون الإسرائيلي دائما ما بتلاحظ أي حدا بقول أنه هذه الضربة أنا كنت معتقد أنه مم. ضربة الإفاقة ستكون لإسرائيل حتصحيها أنه طيب طيب بدنا حل ما فيش لم تفق اسرائيل انه حدا يقول انه هناك صراع سياسي مع الفلسطينيين لا يحل الا سياسيا عادت اسرائيل تتحدث نحن باختصار امام حرب طويله في غزه تصارع فيها اسرائيل زي كيشوت تبحث عن شيء مفقود لا تجده الا في السياسه وكل العالم نصحها انه بدها حل مع الفلسطينيين الامم المتحده والرئيس اوباما وبايدن بيحكي عن حل دولتين والعالم العربي والجامعه العربيه وقدمت لهم مبادره عربيه بال2003 هل عرض في حد بيرفضه ان تكون اسرائيل دوله طبيعيه في المنطقه مقابل القبول بدوله فلسطينيه شو كان رد شارون عليها انه دخل الضفه الغربيه في اليوم الثاني وحاصر الرئيس ابو عمار الرد الاسرائيلي هو رد القوه اذا نحن امام لم يتغير شيء بالعقل الإسرائيلي. صحيح. نحن أمام إحنا استخدام. نرى نتنياهو ينتهج نفس الفكر. نعم. ربما أسوأ.